اليوم فقرة الانتقادات مع حدا لامع بعالم الانتقادات وكمان معروف بأوائل نيوز والويب سايت المعروف كموقع، عم بحكي عن عادل سمية الزميل والصديق والصحافي. مساء الخير مساء عادل. مساء الخير عادل، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير ربا، مساء الخير سير، كيفكم؟ شو أخبارك عادل؟ طمني عنك. تمام الحمد لله. عم نشوفك على طول على سكاي نيوز، يعني عندك موعد أسبوعي؟ صحيح صحيح، بالبرنامج الصباحي من ضمن كواليس. كمان انتقادات. حدا عم بيزعل منك؟ حدا عم بيزعل مني؟ لا، ولكن تعرف لما تكون عم تنتقد بطريقة موضوعية ما بعتقد بيزعلوا، هلا يمكن ضمنيا بيزعلوا، بس كلنا بنعرف سيرج انه ما حدا ما بيزعل من الانتقادات، يعني لما تنتقده، بس بالنهاية بيجرب يخلي هيدي المودة بينك وبين لحتى ترجع يمكن تغير رأيك عنه أو ترجع تمدحه بمحل تاني، فما بيبين لك كثير، فما بعرف إذا عم بيزعل. آخر شخص مين انتقدت؟ آخر شخص مين انتقدت اليوم؟ انتقدت مش على، أكيد مش على سكاي نيوز، عم بحكي اليوم انتقدت على تويتر ريما الرحباني، لأنه هلا واصلين لهي الموضوع، واصلين لهي الموضوع. بس قبل بلش الدفع ولا لا؟ تنضلنا بنفس الموضوع. بلش الدفع، يعني بلش بعض النجوم او يمكن ما بعرف الاعلاميين بالرشوات وهالقصص. ليك دائما نحن نتهم سيرج، انت بتعرف دائما اي صحافي اليوم بيطلع وبينتقد يتهم انه هو قابض من فنان لحتى ينتقد فنان اخر، او حتى ما قابض من هذا الفنان لحتى ينتقد هذا الفنان. اعطيني اسامي، اعطيني اسامي، مين دق لك بده يدفع؟ تفوت دغري بالموضوع. ما حدا، انا ردي على فكره، اذا على الدولار ما عندي مشكله. في ازمه اقتصاديه اليوم مش عم يدفعوا الهيئه. في ازمه اقتصاديه مضبوط. مين كان يدفع طيب؟ مين بيدفع؟ يمكن قبل كان في يعني من ضمن اشتراكات وهيك، هلا بالوضع يلي عم نمرق فيه بلبنان ما في اشتراكات. اي يعني هذا الموضوع خف، يعني حتى الاعلانات وكل اليوم التلفزيونات عم تعاني من الاعلانات اللي عندها، لانه عم تكون قليله بسبب الوضع اللي عم نمرق فيه وحجز الاموال بالبنوك. صحيح. كل اللي عم نمرق فيه، يعني ما بدنا نفوت سياسه، بس يمكن الوضع هلا بيفرض شوي انه يكون وضع الاعلام كله سوا بالعالم العربي وبلبنان خاصه، يعني واجت جائحه كورونا بالظهر لحتى تزيد من هيدا الموضوع. صح. عادل تنبل شوي هيك بمواضيعنا وتنشوف كيف رح تنتقدهم بأي أسلوب. كنا عم نشوف في بداية الحلقة الأوني بور ليبان، حضرت شيء اللي صار بفرنسا لدعم الصليب الأحمر اللبناني؟ أكيد حضرت. بدي وجه تحية كتير كبيرة لإبراهيم معلوف اللي قام بهيدا المبادرة، قدر يجمع عدد كتير كبير من النجوم، منهم من لبنان، يعني أكيد عبد الرحمن الباشا الاسم الكبير بعالم العزف والتأليف، أسامة الرحباني يلي بالغنى عن التعريف اللي هو مدرسة بحد ذاته، هبة طوج يلي اليوم بطلت بس لبنانية، يعني صاروا بفرنسا حتى من بعد مشاركتها بذا فويس والنجاح الكبير اللي حققته هونيك، صاروا بيعتبروها حتى انه هي ايضا فرنسية. فالحفل يلي تقدم امبارح كان عن جد على مستوى كثير عالي، كان كثير حلو، وكثير حلو انه نشوف بلد فرنسي عم بيساعد لبنان، بلد اجنبي هالقد قلبه على لبنان بالوقت. حبيت انه الانتقاد بوزيتيف اليوم عم نقول عن نيبو ليبان. اكيد على الحفل. صح. طب لنشوف الانتقاد الثاني. شو رايك الثاني هو يلي تفاجئنا فيه اليوم يلي قبل ما نعطيك الهواء للانتقاد اللي بدك اياه، في معتصم النهار مع هيفا واسود فاتح، شو تعليقك عن هيدا المسلسل؟ خليني اقول انه هيفا بتغيب وبترجع لتكون هي محط الانظار ومحط كل العالم. هيفا وهبه ممثله خطيره جدا جدا جدا، وهيدا يعني حبيت مثل العاده هيفا اطلالتها تمثيلها كل هول التفاصيل معتصم كلهم بتعيش الدور، بتنسى انه انت عم تحضر هيفا، يعني بتقنعك بالدور لدرجه للحظات بتنسى انه هيدي هيفا من قبيلك، بتخليك تروح معها لابعد الحدود. معتصم النهار خليني اقول انه من اكثر نجوم الشباب يلي حاليا عم بيعرف يشتغل وينقي ادواره. يمكن كثار كانوا مراهنين على معتصم باللهجه المصريه، لانه هو شو رايك بمريم اوزرلي للمره الثانيه ام بلا زواج؟ يمكن بالغرب هيدا الموضوع
بيتقبلوا اكثر من عنا بالشرق اللي معروفه اكيد بالسلطانه هويام، يعني مريم مزبوط السلطانه هويام اللي انعرفت بهذا الاسم بالعالم العربي. بالعالم العربي بعتقد انا ضد هذا الموضوع، وكثار كمان ضد هذا الموضوع. اليوم اساسا للطفل منا كثير ظابطه الخبريه انه يكون بس اب و يعني بس فقط ام. وما يكون الاب موجود بحياته لانه هذا الشيء بعرضه لكثير. تننتقل لهلا حديث الساعه حسين الجسمي، شو رايك كمان بالتعاون مع الاسرائيليه مع العدو الاسرائيلي؟ مع حبي الكبير لحسين الجسمي، ما فينا ننسى انه اسرائيل هي عدوة كل العالم العربي، هي قتلت ابنائنا، هي شردت ابنائنا، هي دمرت بيوتنا، هي احتلت اراضينا. فاليوم ليجي يعني انت مع الهاشتاج عار عليك يا جسمي؟ اكيد انا مع الهاشتاج، مع حبي الكبير لحسين الجسمي. رح نترك لك الهوى لك، بس قبل في سؤال كثير صغير. الاشاعات حول علاقه وائل كفوري بجيسيكا عزار، يحلوا عن وائل كفوري بالعربي المشبرح، يحلوا عن وائل كفوري. مش اول مره يعني بيطلع شائع على وائل كفوري انه ارتبط باعلاميه او طلق مرة بأجنبية أو كمان او 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 الى اخره. عن جد يحلوا عن وائل كفوري يعني؟ طب هو مرتبط ولا منه مرتبط؟ ما بعتقد مرتبط، يعني ما رح يخفي بالنهايه. اذا هو ارتبط ما بعتقد رح يجي يخفي هذا الموضوع، يعني النهار يلي لا هلا انتبه، وائل كفوري بيخفي حياته الخاصه بمرحله معينه، يعني بمرحله معينه بس ما في شيء بالنهايه بينخفى. يعني شفنا قبل لما تزوج يمكن لفتره 3 أشهر دلت شوي سريه، بعدين رجع طلع اعلن، يعني منه عم بيعمل شيء عيب بالنهايه. هو منه متزوج، مطلق، اعزب. وجيسيكا ايضا، يعني وجيسيكا مش اول مره بيطالع اشاعات من هيدا النوع، يعني شفنا قبل ايضا مع فنان عربي كان. طب ليه عم تتكرر ما زال انه هي الشائعه منها موجوده؟ ليه عم تضلها تتكرر؟ بعتقد لانه اسم وائل كفوري بيجذب كثير، ليكون في حشريه حول حياته الخاصه، دائما في يعني اسمه بيعمل ضجه بالنهايه. حيالله خبر بينكتب حد وائل كفوري بينعمل ضجه بالموضوع. اللي حنعطيك الهوا تتحكي الموضوع اللي بدك تنتقده اليوم. بدي بس وجه انتقاد لريما الرحباني، يعني يمكن للاسف بالفتره الاخيره ريما الرحباني عم تطلع وتكتب امور خارجه عن اللايقات، اذا فينا نقول عم تسيء من خلالها لاسم السيده فيروز، يلي اليوم ممنوع حدا يحكي باسم السيدة فيروز ولو كانت ابنتها ريما الرحباني. ريما الرحباني لما طلعت وانتقدت مايا دياب يمكن كان معها حق، يمكن هيدي وجهة نظرها، كان فينا نقول ونبرر لها لريما بمحل معين، يمكن انه هيدي وجهة نظرها انه مايا يمكن شوهت الاغنية او ما قدمتها بالطريقة اللائقة. بس انه تطلع اليوم وتنتقد أسامة الرحباني وتوصفه بكلمات اقل ما يقال عنها، انها كلمات بديئة، كلمات عيب الواحد حتى يقولها، مش بس على الهواء يقولها بمجالسه الخاصة. فكيف إذا كان عم بيكتبها علنيا عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، وخاصة أنه أسامة الرحباني يمثل جزء كتير كبير من عائلة الرحباني ويمثل إرث الرحباني. إذا ما كان عند لأسامة الرحباني الحق بالتصرف بإرث الرحباني وبإرث والده يلي هو الموسيقار الكبير شقيقه لعاصي الرحباني، فاذا مين له حق يتصرف بارث فيروز او الرحباني؟ اذا بس ريما لها حق تتصرف فهيدا اكيد منه كثير منطق. فانه تطلع اليوم وتهاجمه بالطريقه وتوصفه بالكلمات اللي وصفته اياها، هيدا معيب جدا بحق ريما اولا، بحق السيده فيروز يلي اكيد الاكيد الاكيد انه هي ما بتقبل تنحط بهيك خانه، يعني ما بتقبل تنحط بخانه الكلام يلي انوصف فيه اسامه الرحباني. يعني وكلنا بنعرف سيرج، يعني انا وانت وكل يلي بيشتغلوا بالوسط الفني والاعلامي بيعرفوا اخلاق اسامه الرحباني، بيعرفوا قد ايه هذا الشخص حدا اكثر من مهذب، حدا اكثر من متواضع. فاليوم معيب جدا الكلام يعني من المتسلق على ظهر والده. بعتقد أسامة الرحباني ولا مرة تسلق على ظهر أو على اسم والده الراحل منصور الرحباني، لأنه دائما كان أسامة مبدع بالمسرحيات وبالألحان اللي بيقدمها، وإن كان من خلال حتى الألحان اللي بيقدمها لهبة طوجي. فمعيب جدا يعني أيضا
كلمة الطبل يلي كتبتها ريما الرحباني موسيقى جدا، يعني ما بعرف ريما ليه بهيدي الطريقة عم بتكون هجومية اليوم. بعتقد لازم ترجع ريما تعيد حساباتها، لأنه فعلا عم بتسيق لها مش بس عادل السيدة فيروز، عم بتسيق لعائلة الرحباني بأجمع. نعم عادل، وصلت الفكرة. رح يصير في زعل كبير بينك وبين ريما الرحباني، ما رح أقول أكثر. بتعمل بلوك على الفيسبوك هذا المكتب. طب آخر كلمة بتوجه لها إياها هلا شو هي؟ كلمة واحدة بس. بقلها مع محبتي الكبيرة لريما الرحباني، بس لازم ترجع تعيد النظر بكل كلمة بتكتبها. يمكن هي انفعالية بمحل معين، بس ما فيها اليوم تجي تحاصر السيدة فيروز أو تحاصر أغنيات السيدة فيروز عادل بالطريقة يلي عم تطلبها ريما الرحباني. بس خليني ضوي على شغلي سيرج. عادل عم بيخلص وقتنا. أوكي. تم تقديم أغنية السيدة فيروز بهيدا الحفل، كان واضح كثير منيح يلي قرأ الجينيريك تبعه للحفل إنه الحفل بالتنسيق مع السسام، فهيدا دليل على انه هن اخذين موافقه السسام. واليوم لما اي حفل او فنان ياخذ موافقه السسام، فالفنان الاساسي اللي قدم هيدي الاغنيه ما بعود يحق له يحكي. بعتقد بتكون هون ما بعود في اي كلمه. وصلت الفكره. شكرا لك الصديق عادل سميه، وشكرا لاوائل نيوز كمان. شكرا لك. خلينا ننتقل سوا مشاهدينا للفيديو of the day وفقرتكم اللي اعتدتوا عليها مثل العادة، والهاشتاج next OTV video of the day.